انا تنطالب الضغط ديالي راه شي شنو السبب اللي خلاكم تشوفوا امام المحكمه ديروا بلاصه شي التماطل ديال اش التماطل ديال هذا السيد ديال البزيوي ايمو التماطل ديالهم هو اللي خلانا نوقفوا ونديروا احتجاجات هنا لانه وعدنا بانه غادي يعطينا رزقنا لحد الان مازال ما خدينا حتى شي حاجه. كيفاش نصب عليكم واش شريتوا شي ديور ولا؟ شرينا ديور، كاين اللي شاري المحلات، كاين اللي شاري بقع ارضيه، كل واحد فينا شنو شاري. شرينا ديورنا ولكن هذا السيد ما بغاش يلتزم، ما التزمش معنا بالوعد اللي عطانا نهار الاول بالغيزيرفاسيون اللي كتب لينا في الوعد اللي عطانا، وما التزمش معنا عاوتاني ملي قال لنا غنرد لكم فلوسكم لحد الان حنا مازال كنتسناو. شكون الضحيه تشوف شحال ما يزيد على 700 شي 70 واحد لحد الان. هادو غير اللي باينين، خلي اللي باقيين ما بانوش. ريحتوا معاه في مائدة الحوار تحاوروا معاه على المشكل باش تحلوه؟ نهائيا ما تيبغيش يعطينا حتى شي حاجة، ما كيبغيش يعطينا حتى وقت. حنا راه من الناس اللي كلاو العصا قدام البيرو، ما عطانا حتى شي وقت، ما كيعطينا حتى شي وقت، كيسدوا علينا البيبان. كيسدوا علينا البيبان، كيخرجوا لينا الكلاب حاشاك، كيخرجوا لينا الكلاب، ضربونا بالحجر. ربما راه الناس الأولين إلا درتي غير بساتين بوسكور غادي يطلعوا لك الضحايا ديال بساتين بوتكول، وغادي غادي يطلعوا لك الفيديوهات كاملين ديال الناس. نصب عليكم حيت شفنا الاشهار؟ نصب علينا، لا ماشي نصب علينا حيت شفنا الاشهار، لا نصب علينا ملي قال لنا تزيدوا التيفيا اللي ما كناش دايرينها في الحسبان. شحال ديال التيفيا؟ انا ندوي على راسي بعد 10 المليون، كاين اللي واصله التيفيا ديال 20 مليون. شحال شاريت؟ انا ندوي على راسي، انا خديت ب 38 مليون، انا خديت في 2017 ب 38 مليون. الديور اللي خديت بحال اللي خديت انا وصلوا ل 55 مليون، اللي وصلوا ل 55 مليون. لا 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 لا، بلا تيفيا. ما الناس ديال التيفيا هما هادو اللي واقفين دابا. يعني دابا الكلاب الاول عاوكم ماشي هو نهائيا. بالمره تقلبوا علينا اصلا بعد من 2017 حنا كنتسناو. غادي تجيو شهر 6، غادي تجيو شهر 12، غادي تجيو شهر 6، لحد الان باقيين تيقولوا غادي تجيو شهر 6 شهر 12. دابا ملي وجدوا الديور كاملين، بغينا ديورنا بالثمن اللي متفقنا عليه نهار الاول. دابا تيقولوا لنا تزيدوا 10 المليون، انا كندوي على راسي قالوا لي زيدي 10 المليون ومليون ديال الفخي ديال الدوسي. علاش هادشي يقول لك ما قلتوش لي نهار الاول؟ دابا مش معك هادشي نهار الاول. بطبيعه الحال كون داروه معايا غادي نكون غادي ما غاديش نتفاجئ، ما غاتجينيش الصرفيقه انا على غفله. انا مشيت معاه بعيد لدرجه مشيت عنده وقلت له شوف انا عطيك 13 مليون نوار، اعطيها لي سيدي كحله، ما بغيتهاش بلا فينيسون بلا حتى شي حاجه. يعني هذيك ال 10 المليون اللي غادي نزيدك ما عنديش انا باش نزيدك، اعطيها لي اعطيها لي انا عطيته 13 مليون نوار وقلت ليه اعطيها لي حرفيه بما هذا المعنى، كحله اعطيها لي غير ناخذ سويرتات وقت لي سهل عليا الله انني نصلحها. ما بغاش، قال لي لا تزيدي 10 المليون. وانا نهار الاول كون كنت انا دايره 10 المليون غنزيدها فين غنولي؟ غنولي في 48 مليون، وانا داير لي بانني انا واخد اقتصادي وكاين شي اقتصادي ب 48 مليون، 38 مليون، 25 مليون، الله يرحم لك الوالدين، 25 مليون اللي هي معممه، اللي معممها سيدنا على الشعب كامل. حنا راه غير دراوش، شرينا في بوسكور على اساس تسع وليداتنا، جمعنا واحد الرزيق ما بغيناش الريبه، تخلوا لنا هاد الناس هادو ما خلاوش لنا الثقه في المنعشين العقاريين نهائيا. واش طالبوا اليوم؟ ما بغينا حتى شي حاجه من هاد الناس، بغينا غير رزقنا يرجع لينا يبيعها باش ما بغى حتى ب 100 مليون الى سلكاتو، بغينا غير رزقنا صافي، ما بغيناش حتى شي حاجه. هو كنطالبوا بالحقوق ديالنا، يعني جينا لهنايا لان كنا درنا شكايه والناس ديال بساتين بوسكوره عطاو لبعض الاشخاص اللي هما كانوا بحال في الواجهه باش يحيدوا الصداع، عطاوهم رجعوا لهم المونطون ديال لافونس، وحنا بقينا كنتسناو. دابا جينا باش شي واخده في الاقتصادي ولا المونطون؟ انا واخده على اساس المويان ستاندينغ، ولكن صدقت واخده في الاقتصادي، خديت ب 38 مليون. اليوم اش قالوا لك؟ اليوم ملي بغاو يسلموني الدار قالوا لي الدار ساكن اقتصادي ولكن غتخلصيها ب 38 مليون. اقتصادي ب 38 مليون؟ هو هذا الشيء اللي قال لك لا الدور اللي مخرج ما كاينش. لا قال لك هذاك الشيء درنا فينيسيون زايده ودرنا شحال من حاجه اللي ما كايناش في الساكن الاقتصادي. قال لهم ما علمتوناش النهار الاول باش نعرفوا راسنا فين غادي. قال لك حتى حنا ما كناش عارفين، حتى حنا بانينهم على اساس راه موين ستاندينغ ماشي اقتصادي وضروري خصك تكملي معانا. الوالدين ما تبعوها الاخوان. اه باش طالبوا اليوم الحكومه؟ حنا كنطالبوا يرجعوا
رجعوا لينا غير الفلوس ديالنا، لان حتى دوك الديور ما كيشبهوش كاع الشقه النموذجيه اللي شفنا، ما تيشبهوش ليها نهائيا لا فينيسيان ولا حتى شي حاجه. السيكوريتي ما كايناش، يعني حتى الناس اللي ساكنين تما جاتنا اخبار من عندهم باللي حتى هما كيتشكاو، كينصحونا كيقول لنا ما تكملوش معاهم نتوما الا مزرفين في غير في لافونس. حنا راه زرفنا في الفلوس كامله والشقه كامله. شحال تقريبا عاطي في لافونس؟ انا عاطيه 13 مليون. 13 مليون؟ اه. وبغيتي تكملي لهم على اساس الشق الاقتصادي بغاو شي حاجه؟ اه قلت لهم عطيو نكمل لكم الا كانت الشقه اقتصاديه، نكمل لكم الفلوس اللي مازال على اساس. انا قال لك لا تكملي لينا هذاك، حيت هما عاطينك في الريزرفاسيون لو غيست باي، يعني ما حاسبينش هذيك 13 كلها نوار. لو غيست باي هو 25 مليون، المجموع هو 38 مليون. 38 مليون؟ نعم. واش ماشي باش كتخشي دابا صبح حشيه؟ هذا رانا صبح حشيه، داكشي علاش حنا هنايا. 25 مليون راه ما عبرنا سمعناه. هادشي علاش حنا هنايا. السكن الاقتصادي ماشي فوش 25 مليون. هادشي وكاين ما قل، كاين ما قل من 25. دابا 15 25. وهذاك السكن غير صالح للسكن، ربما يعني المشاريع الاخرى الاقتصاديه كيكون فيها شويه ديال الامن، وكتحس هما راه ما عندهم لا فين غتسكن، بحال السكن في الغابه. نعم نعم. لا ما كاينش هادشي نهائيا. واش حسيتوا بالشمسه؟ ماشي غير بالشمسه، راه كثر داكشي علاش حنا جينا هنايا، وحنا راه ما غاديش نسكتو حسن نرجعو حقنا تنرجعو فلوسنا. شفنا هاد البزيوي مول البروجي، دار واحد الندوه الصحفيه قال لك كاينه الازمه، مثل الازمه شنو هو غادي يقول هذيك لا هو غير دائما تيدير الاسباب بداك سميتو بالازمه، اما ما كاينه لا ازمه لا حتى شي حاجه. هو راه واخد فلوس، واخد فلوسنا وباني بها، واخد فلوسنا وبنى بها وباع وربح، وحنايا بغينا غير داك المبلغ اللي دفعناه. يعني هو بحال خدا فلوسنا واستثمر بها وبنى بها بلا ما ياخذ من لا بونك بلا ما حتى شي حاجه. شنو هو اللي خلاكم مشيتوا بغيتوا هاد السكن بساتي بوسكوره؟ واش الاشهار؟ وشنو هو اللي خلاكم تولوا ضحايا؟ الاشهار، يعني فاش كنمشيو كيوريوك داك المناطق الخضراء، الشقه النموذجيه ما كتشبهش بتاتا. زوينه احسن من هادشي اللي مشيتوا. لا شي حاجه زوينه. لا ماشي نفسها كاع اللي شتي. باش تطالبوا اليوم؟ حنا كنطالبوا يرجعوا لينا لافونس ديالنا. شكرا. حنا بعدا ضحايا بساتين بوسكوره، حنا ضحايا بساتين بوسكوره. عندنا هنا من 2015 كاين اللي 2014 حتى 2022 الناس كتعطي فلوسها، كاين نصب الاحتيال وكاين ارامل معنا، ارامل كاين الناس طلقوا عيالاتهم ولا طلقوا بعضياتهم على هاد المنعش العقاري اللي نعم على قبل الشقه، على هاد الشقه، لهاد الشقه المشؤومه، هاد الشقه المشؤومه. وكتلقوا علينا البلطاجيه، وكتلقوا علينا الكلاب، وكضربونا بالحجر. شكون هما هادو؟ لا 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 العصابات ديال بزيوي امو، ديال المافيا العقار، مافيا. انا كنطالب بالحق ديالي، راه الثمن الاصلي شفنا به النهار الاول و5000 درهم وكاين